نواقض الوضوء. فكان مبطل يسمين ومنكر. الخارج من السبيلين مطلقا من القبل أو من الدبر أي خارج هو ناقض للوضوء. تبيح من قوة جلال من جلال إيه قطر جلال عام وتبيح من أجل نقطة اسمين قد باول غائط ريح دود حصى حيض نفاس نعم تبيح من إيه إنه قطع وسام تبي صحيح تبيح من تبيح ما نقطع اسمين قد نعم كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل فعن كابتا اسمين من اللوم تبيح اسمين قد الثالث زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. فإذا نام لابد يتوضأ. أغمي عليه مثلا يتوضأ. نعم الرابع من نواقض الوضوء نسأل العافية السلامة الردة كأن يسب الدين مثلا نعم dan timur tak yang dekat di Islam kita sediakan. Nah.